السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله بإذن الله بنبدأ النهاردة تحليلنا عن السبت الممتاز وأهم المباريات في الدوريات الخمس الكبرى ومباريات لاعبتنا المصريين ونصايح بسيطة كده لعشاق لعبة الفانتازي. بكرة إن شاء الله بإذن الله المباريات هتبقى أقل بحكم ان الدوري الاوروبي ودوري المؤتمر كان فيه فرق كتيره جدا من الدوريات الخمس الكبرى مشاركه فيه، فعشان كده نلاقي مثلا خمس مباريات دوري انجليزي، اربع مباريات دوري اسباني، مباراتين دوري فرنسي، خمس مباريات دوري الماني، وثلاث مباريات دوري ايطالي. ده سبب قله المباريات في يوم السبت الممتاز. مع ذلك سبت ساخن جدا في مباريات هتبقى عاليه جدا وكويسه جدا. نبدا ان شاء الله باذن الله النهارده تقريرنا بالدوري الممتاز، دوري البريمير ليج، دوري هالاند. ليه دوري هالاند؟ امبارح اكتر من 1.8 مليون قدموا مطالبة في مجلس العموم البريطاني وفي البرلمان البريطاني بترحيل هالاند. ده راجع لانهم حاسين ان الدوري بتاعهم بالنسبة لهم بقى سهل جدا بحكم تألق كبير لهالاند، وان هو اصبح بالنسبة له زي نزهة بعد ما كان اقوى دوري في العالم. دي الحاجة الاولى. الحاجة التانية ان هم حاسين ان هو انسان مش طبيعي، انسان خارق يعني. ده طبعا كلام، بس هي السبب الاولاني هو الاصح. بعد ما حارس كوبنهاجن قال لي جريليتش عليه ان ده، انا كنت قاعد بتفرج على اللي هو بيعمله يعني. حتى لو شفت الجونين الكوره بتروح له في مكانه. الجون الثالث يعني لو كان جه جون ذاتي، لو كان المدافع عداها ما دخلهاش في نفسه كان هالاند برضه حطها لانه حط رجله فيها. فحارس كوبنهاجن الدنماركي قال لجريليتش بالنص ده انسان مش طبيعي، ده انسان آلي بيستنى الكوره بتروح له في مكانه، في جاذبيه بينه وبين الكوره. فالكلام ده قاله جريليتش، ما قاله جريليتش سمع جدا. بس السبب الاصح لمطالبه 1.8 مليون دول ان هم حسوا ان الدوري بتاعهم بقى بلا قيمه بعد ما اصبح بالنسبه لهالاند كنزهه. طبعا حصل خلاف اليومين اللي فاتوا عن الشرط الجزائي بتاع هالاند، ومع ذلك طلع جوارديولا نفى كل الكلام تماما، قال لن نسمح بالمساس بهالاند. بتهيألي بعد راجل هداف الدوري ب 14 هدف تقريبا، هداف دوري الابطال اوروبا بخمس اهداف، مع ذلك يعني 18 هدف في كام مباراة؟ في 3 مباريات و8 في 11 مباراة. بتهيألي هيبقى صعب جدا ان هم يتخلوا عنه ببساطة وبسهولة. نبدأ تقريرنا بمباريات السبت الممتاز في الدوري الانجليزي. اول مباراة في اربع مباريات هيبقوا الساعة 4 ومباراة الساعة 6:30. الأربع مباريات هتبقى بورنموث هيقابل ليستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد الميرون فابيان شير ويلسون المدرب الكبير إيدي هاو الاستثمار السعودي في الفريق هيقابل، بالنسبة لنيوكاسل يونايتد هيقابل برينتفورد يونايتد. واهم مباراتين الساعه 4 هتبقى الكبير مانشستر سيتي مع الانسان الالي المطاطي الرهيب هولاكو هالاند هيقابله ساوث هامبتون في حاجه شبه نزهه يعني الساعه 4، وتشيلسي هيقابل الولفز. دول الاربع مباريات بتوع الساعه 4. طبعا تشيلسي بعد تعيين بوتر في الفريق قدر ان هو يفوز في رومنتادا الماتش اللي فات على كريستال بالاس في الدوري، وقدر ان هو يفوز في دوري الابطال، اول فوز لتشيلسي في دوري الابطال على البيج ميلان في مباراه 3-0. ننتظر المزيد من التالق بالنسبه لتشيلسي مع عوده اوباميانج للفريق، وجوده في الفريق يعني تعاقدهم معاه ومجموعه من اللاعبين كتير جدا اللي تعاقد معاهم، كوكاريلا، كاريجير، لعيبه كتير جدا تعاقد معاهم، فوفانا. وبالمناسبه فوفانا قدامه من 4 6 اسابيع بعد الاصابه اللي اصيبها المباراه اللي فاتت في دوري الابطال بعد ما حرز هدف اصيب وخرج قدام
الميلان، واصابته هتقعد من 4 ل 6 اسابيع. كده معانا 4 مباريات الساعة 4. نيجي بقى للمباراة المهمة جدا، المباراة بالنكهة الإيطالية، بالتفكير الإيطالي، بالإدارة الفنية الإيطالية. فرانكو مدرب برايتون اللي عمل ماتش عالي جدا قدام ليفربول هيقابل توتنهام بقيادة كونتي. كونتي في دوري الأبطال مترنح شوية، خسر أول مباراة يخسرها المباراة اللي فاتت من أرسنال، بيلعب المباراة دي برضو بره أرضه في برايتون. برايتون المركز الرابع، توتنهام مركز ثالث 17 نقطة، برايتون 14 نقطة. بيتوجهوا في مباراة أعتقد إن هي هتبقى من المباريات الممتعة جدا في اليوم ده. برايتون هيقابل توتنهام بالتفكير الإيطالي والعقلية الإيطالية والإدارة الفنية الإيطالية الساعة 6:30. المباريات اللي بعد كده في 3 مباريات في الدوري الإيطالي، الثلاث مباريات في الدوري الإيطالي ساسولو والإنتر ميلان وبولونيا وسامبدوريا، دول ماتشين. الماتش الكبير جدا والمهم جدا اللي هيبقى الساعة 6، البيج ميلان الإي سي ميلان مع يوفنتوس، إنزاجي ضد أليجري. خسارة في الدوري دوري الأبطال للميلان من تشيلسي، مركز خامس ب17 نقطة، مع يوفنتوس مركز سابع ب13 نقطة. أول فوز يفوزه يوفنتوس وأليجري في دوري الأبطال على النادي الصهيوني. نتوقع أنها هتبقى من المباريات العالية جدا 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 في اليوم ده برضو، بحكم المنافسة اللي بينهم أو السيطرة اللي هتسعى للدوري الإيطالي، لأن المتصدر الدوري الإيطالي حاليا هو نابولي، ويجي بعده على طول أتلانتا. ففي وسط المنافسة ديت عشان يصعدوا للمقاعد الأوروبية وبعد كده ينافسوا على الدوري، هيبقى ماتش جامد أو ماتش كويس جدا. ده الدوري الإيطالي. الدوري الألماني هيحصل فيه 5 مباريات، أهمهم على الإطلاق أوجسبورج الساعة 3:30، هيقابل نجمين عمر مرموش، والماتش الوحيد للاعب المصري في اليوم ده الساعة 3:30 مع فولفسبورج. أوجسبورج وفولفسبورج هيقابلوا بعض الساعة 3:30، اللاعب المصري الوحيد اللي هيشارك في اليوم ده. المباراة الأهم والأكبر، المركز الثالث والرابع بين الكبيرين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند. ماتش متوقع برضو ان هو يبقى ماتش عالي جدا، ماتش الساعة 6:30، هيبقى ماتش عالي جدا كرويا وفنيا. الاثنين بيتساووا في نفس عدد النقط ب15 نقطة، يتصدر الدوري برلين يونيون برلين ب17 نقطة. ماتش نتخيل نتوقع يعني ان هو هيبقى فيه كورة، ماتش من جمالات الكورة، من المباريات الجامدة جدا برضو يوم السبت، هو ماتش البايرن ميونخ مع بروسيا دورتموند، وبقاله سنين يعتبر كديربي بحكم ان الاثنين فريقين كبار جدا في المانيا، واصبح ديربي دلوقتي بحكم ان هم عايزين يوصلوا للمركز الاول والثاني، فالاثنين مسؤولين في كل حاجه، هيلعبوا على المركز الثالث بحكم ان المركز الاول محجوز الجوله دي برضو، بحكم ان هم فرق 4 نقط بينهم وبين المركز الاول اللي فيه يونيون برلين. فان شاء الله باذن الله نتوقع ان هو هيبقى من الماتشات العاليه جدا. الدوري الاسباني زي ما بين حضراتكم هيبقى 3 ماتشات، اهمهم على الاطلاق الدوري الاسباني هيبقى اربع ماتشات، اهمهم ختافي في ارض ختافي مع ريال مدريد الساعة 9. ريال مدريد طبعا تعثر الجولة اللي فاتت بالتعادل، اصبح متساوي في عدد النقط في المركز الاول بفارق الاهداف لبرشلونة. كتيبة انشيلوتي عندها 9 نقط في دوري الابطال مرتاحه، كسبت شختار الجوله اللي فاتت وهتلعب الجوله الجايه برضو مع شختار في حكم العوده المباريات يعني، ونتمنى ان هو يكون ماتش كويس جدا. الدوري الفرنسي الماتش الاهم ريمس مع باريس سان جيرمان الساعة 9. ده ملخص بكل مباريات السبت الممتاز واهم المباريات اللي هتحصل فيه.
لعبنا المصري الوحيد اللي هيلعب عمر مرموش. عشاق الفانتازي نصايح، حط الكابتنة، هات هالاند وحط الكابتنة عليه، هات ويلسون، هات الميرون من نيوكاسل، هات مدافع وليكن ولكر سعره رخيص لانه هو من ضمن اللعيبه اللي ما بحصلش، ما بعمل يعني جوارديولا مش بعمل له روتيشن في الفريق او تغيير مراكز او بدله كتير. حط الكابتنه برضو على هالاند. ده خد مدافع من نيوكاسل وليكن فابيان شير. ده معظم يعني ده اهم اللعيبه. ويلسون هيتالق في الجوله دي انا متوقع ان شاء الله، المارون هيتالق في الجوله دي انا متوقع ان شاء الله، دول نيوكاسل. هالاند طبعا ده اكيد. الماتشات الجامده الجد تروزارد برضو كويس جدا، سون وكين متوقع لهم برضو يتالقوا في حتى المباراه لو كانت مع برايتون برضو. ده في الدوري خد برضو من تشيلسي، حاول تاخد لعيبه، خد اوباميانج، اوباميانج متالق جدا، اوباميانج في تشيلسي بقى له مباريات، المباراتين اللي شارك فيهم بحط اهداف. خد رحيم ستيرلينج برضو، خد مدافع من تشيلسي، مدافع من يعني اي مدافع تختاره من تشيلسي من اللعيبه اللي مضمون مشاركتهم خدهم. ده اهم النصايح. وبرضو بقول لك للرابع مره والخامس مره والمره المليون، حط الكابتنه على هالاند لانه هيجيب لك لانه هيلعب في نزهه ساوثهامبتون بحكم الفظاعه اللي فاتت مانشستر سيتي وحكم الفظاعه اللي فيها هالاند. الدوري متصدره، الدوري الانجليزي متصدره ارسنال ب 21 نقطه، ياتي في المركز الثاني مانشستر سيتي، في المركز الثالث توتنهام 17 نقطه، في المركز الرابع برايتون ب 14 نقطه. طبعا ماتش القمه هيبقى برايتون والسبيرز. اتمنى يكون تقريري يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.